يعني مؤاخذه هما حلوا الكلمات وبعدين قالوا قصه؟ مظبوط سعادتك. ودي قصه ايه بقى؟ قصه عقد الجده بطه. يعني ليله القبض على بطه؟ القصه نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه عليه الصلاه والسلام. كانت الجده بطه تعيش في مزرعه سعيده، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيره الزرقاء. ايه يا ابله فضيله؟ انت بتنايب نختك يالا؟ ايه القصة على طول يا مؤاخذة اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في الجواز امه. حلو. لكن للاسف. خير. للاسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضحك. محلولة مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح مؤاخذة الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ عرفها. ايه اللي عرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. مش عارف سمع دي كلامكم ليه انا وجيت معاكم. عشان ما عندكش شخصية. يا جماعة انا بنزف جامد قوي. محتاج نقل دم في فصيلة دم نادرة. انا كده اموت. خلاص بقى يا سيف. شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتموت ولا حاجة. بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصه اللي تزال في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهجرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى. هاني انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سامع كل حاجه. ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش. في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. يا بنات انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم اقرص لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي. استنى عشان ما تتوهيش. خد انا. تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟
دي تاني مرة نشوفهم مع بعض، ديفنتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه ما انت عشان طلبته سبايس قلت لك بلاش السبايسي. بقول لكم ايه، احنا في منطقه لبش والحكومه دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظه. فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب. بايه الوقت؟ احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافية. ايوه ناخد العقد بالعافية. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله في نفوخه. انا محدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على عربية بوم. خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. باعه؟ الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا ابو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة انا كانت مشكلتي مش معاكم انتم. المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى. وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتم. يلا يا ضحي. اتفضل يا ابو الدهبي. أحسن. يا موزي. سلام. أحسن بتبلع العقد. تفكر نفسك إسماعيل ياسين. أيوة يا عم بيبلعوا الحاجات. أنت كويس؟ أه شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا أنكل عم ذهب، العقد فقش أصلا. أوكي. بص على إيه، طلع فالصو. فالصو؟ فالصو إزاي؟ أهو الختم بتاع الفالصو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعة لطافة بخفة يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم. صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هاد اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوا ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شوية معلومات واللغز، حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، وما حدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحي. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استنى اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجده بطه: وانا لا اجد ما اقول لك، لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده.
الرجل؟ أوه إنها خسارة كبيرة، لقد وعدت زوجاتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسامينا. ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة؟ أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت، ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو مغزر. ختم فالسو إزاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحي. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا أحمد؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد ب، بس مش عارفة أقرأ الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني طيب الاختصار. زاد إيه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه، صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاع جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. يا حمار انت، انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري. بربورك؟ صابون بالموليف. يكونش صندوق بيرة. سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا، انتوا بتهرف ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد به طول عمره صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، ما خلاص عرسينا صندوق بريد. انا قلت اكتئد. لا ما تكتئدش يا جماعة. يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه شريهان، you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم دهب، هاتي هنيلي التليفون. حركات رخيصة قوي، خد يا بنتي. ألو، السلام عليكم. أيوة لو سمحت، عايز أعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر. بر إيه؟ ما خلاص يا ابني أنا قلت كتير. ما تكتئدش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه. خلاص فين؟ مكتب بريد الحلمية الجديدة. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلمية الجديدة. بتهزري؟ هو الحلمية ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. اتفضلوا يا جماعة، منورينا والله ومكترينا. 717. خلاص يا حاج شفناها، تعالى تعالى انت. شكريه، تفكر انت على الله بقى. بالمناسبة الجميلة دي بقى، يعني نسمع حاجة كده؟ لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هما تعبانين دلوقتي، أنا بعدين هاجي لك على رواقة كده وأجيب لك معايا محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. ألف سلام. سلام. سلامة. ستاند رايحة فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. لا تاني يا جدو.